بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة السادسة من مقرر استراتيجيات ريادة الأعمال Entrepreneur Strategy. النهاردة عندنا محاضرة بعنوان Market Entry Developing the Go-To Market Strategy، كيفية دخول السوق باستخدام أو العمل على تطوير استراتيجية الذهاب إلى أو السوق أو دخول السوق. وزي ما تعودنا في كل محاضرة بنناقش الأول أهداف التعلم أو Learning Objective. Number one, learn how to develop your value solution based on your overall strategy، بمعنى تعرف على كيفية تطوير عرض القيمة الخاص بك بالنظر الى او بناء على استراتيجيتك العامه او الاستراتيجي اللي انت عملناها في المحاضره السابقه. Number two, understand the key driver that are integral to buyers demands and expectation within your industry، فهم الدوافع الرئيسيه التي تشكل جزءا لا يتجزأ من متطلبات العملاء او المشترين وتوقعاتهم في مجال عملك. Number three, know how your own value solution is matched and compared against these drivers within your marketplace. ازاي نتعرف على كيفية مطابقة عرض القيمة الخاص بك ومقارنتهم ببرامج التشغيل الأخرى داخل السوق الخاص بك. Number four, learn the value of the perceptual map and how the map is used to maintain and exceed your competition in your industry. بمعنى أن نتعرف على الخريطة الإدراكية the perceptual map وكيفية استخدامها للحفاظ على الوضع التنافسي الخاص بك بل والتفوق على منافسيك في مجال عملك. وأخيرا number five, learn how to develop and gain an appreciation for the go-to-market strategy that is based on your value solution. ونعرف برضو drivers in the industry and your competitive positioning. هنتعلم كيفية تطوير واكتساب الدعم للاستراتيجي بتاعتك، لاستراتيجية الدخول إلى السوق اللي هي go-to-market التي تستند إلى عرض القيمة الخاص بك والدوافع في مجال عملك ووضعك التنافسي. First, we start by know how to design your fair value solution. هنعرف ازاي نعمل او الشركة تعمل عرض القيمة بتاعتها او مقترح القيمة بتاعتها. Barrier to putting together any type of messaging regarding how the entrepreneur will deliver on the strategy. It's necessary to establish the firm unique selling point اللي بنعرفها بالvalue solution. قبل ما نجمع أي طرق تواصل الرائد الأعمال بيستخدمها عشان ينفذ الاستراتيجية بتاعته استراتيجية شركته، من المهم جدا إنك تحدد نقطة البيع بتاعتك اللي هي المميزة، النقطة اللي هتجيب لك ربح اللي هي بعد نقطة التعادل. بمعنى انت في اي شركة انت بتعمل عندك تكلفة وعندك ارباح، التكلفة والارباح او الارباح دي بتيجي من حجم البيع، فحجم البيع ده هنمثله في نقطة تعادل، يعني مثلا المبيعات بتساوي او تغطي التكاليف، وما بعدها النقطة اللي بعدها هي دي اللي تحقق لك الربح اللي انت عايزه. فلازم هنا نحدد الفاليو سولوشن او العرض القيمة او بنسميها يونيك سيلينج، نقطة البيع المميزة اللي تغطي لك أرباحك أو بتدي لك بداية أرباحك. طيب يبقى مهم أوي التعريف ده، الفاليو سولوشن عرض القيمة أو تسوية القيمة أو مقترح القيمة، سميها زي ما أنت عايز، اللي هي الفاليو سولوشن، هي دي اللي هي بتحدد فيرم يونيك سيلينج بوينت. This is directly related to developing the firm strategy as presented in advance. وده بقى طبعا بيرتبط بشكل مباشر باستراتيجيه الشركه اللي احنا ناقشناها في المحاضرات السابقه، المحاضره اللي فاتت بالتحديد. طيب previously، قبل كده you had the opportunity
to learn the benefits that win customers and how to sustain your competitive advantage. في المحاضرات السابقة عرفنا ازاي نحدد الاوبورتيونتي, تحدد الاوبورتيونتي اللي هي الاوبورتيون ايدنتيفيكيشن, وازاي كمان تحافظ على او تستحوذ على العملاء, وان ازاي تعمل تحقق ميزة تنافسية. ده قبل كده في المحاضرات السابقة, يعني كانت اول محاضرة ازاي نعمل تحديد الفرصة وبعد ازاي كيفية استغلالها في انشاء الشركه, وبعد كده ازاي برضو تكتسب العملاء, استراتيجيات استكتساب العملاء, وبرضو في المحاضره السابقه بالتحديد ازاي نعمل سستين كومباتيبل ادفانتج, ازاي تحقق ميزه تنافسيه مستدامه. انما في محاضره النهارده ناو هنبتدي حاجه ثانيه اللي هي begin defining your value solution along the similar categories of value and cost benefit of customers convenience price, productivity, simplicity, convenience, and image. لكن في محاضرة النهاردة هنبتدي نعرف حاجة عرض اللي هو concept اللي هو عرض القيمة أو value solution اللي هو قائم على الفئات الممثلة أو للقيمة وتحليل التكلفة والمنفعة أو الفايدة بناء على راحة العملاء, تسعيرك للمنتج أو الخدمة بتاعتك, كمية الإنتاج بتاعك, البساطة في عرض القيمة الخدمة أو المنتج بتاعك, والكونفينينس والبراندنج او صوره المنتج او الخدمه بتاعتك. يبقى النهارده المفروض نركز على في محاضره النهارده نركز على ازاي نكري انشاء او عمل الفاليو سولوشن. طيب انت بناء على بعض المعايير اللي هي راحه العميل اللي هي كاستمر كونفينينس وتسعير خدمتك او منتجك او كده, فقال لك هنا في اندر ذيس كاتيجوريز تحت هذه العوامل يعني think about how your company or your business, your service and product is different from anyone else. انت هتشوف هنا بقى المنتج بتاعك او الخدمة اللي انت هتقدمها شركتك مختلفة عن الاخرين في العوامل دي. يعني مثلا شركتك هتقدم ايه للكاستمر كونفينينس, راحة العملاء مثلا في الخدمة اللي هتقدمها, وهتقدم ايه في تسعير المنتج او الخدمة, لا يعني ايه الميزة او الاختلاف عندك بالنظر للمنافسين, وكميه الانتاج وكميه بساطه الخدمه والراحه والصوره بتاعه البراندنج او صوره الايمج بتاعه الشركه بتاعتك او المنتج او الخدمه اللي تقدمها. كل ده عشان نكريت او نعمل الفاليو سولوشن او معرض القيمه للخدمه او المنتج اللي بتقدمه شركتك, اللي هو جزء لا يتجزا, او قبل ما نكمل هو جزء لا يتجزا من استراتيجيه شركتك. طيب ديزايننج ذا فيرم بزنس as a firm value solution, بنكمل, to further perceive and develop your value solution, begin by considering the following. قبل ما تيجي تعمل ال value solution, احنا في شوية أسئلة بتساعدك ازاي تحط بنود او تكمل الصورة او تحط المعلومات اللي تغطي عرض القيمة. فمثلا عندنا first السؤال الأولاني, what solution or need does your product or service fill in the eye of customers? بمعنى ايه العرض بتاعك او البروبوزل او المقترح اللي انت هتعمله اللي بيلبي متمثل في صوره المنتج او الخدمه اللي انت هتعملها اللي بيلبي حاجات العملاء. يبقى ايه العرض القيمه او انت ايه الميزه, يعني بشكل ضمني الميزه او القيمه المضافه داخل المنتج او الخدمه بالنظر من وجهه نظر العملاء. And also why would they want to your product or service? وليه العملاء هيحتاجوا المنتج أو الخدمة بتاعتك؟ و how does the solution improve the life of a potential customer? وإيه هي القيمة المضافة اللي هيضيفها المنتج أو الخدمة للعملاء؟ Go ahead and develop a full list based on this question. فأنت هتحط لما تيجي تجاوب على الأسئلة دي هيبقى عندك بنود هتحطها زي صورة قائمة كده أو ليست أو بنود. كل ده عشان نحط صورة كاملة عن مقترح العرض اللي هو الـ value solution. سؤال تاني, would you buy this product? Why not? هل انت هتشتري المنتج ده او الخدمة دي؟ ليه وليه لأ؟ فلو انت مش هتشتريها او مقتنع بيها, this may give you an insight into the potential weakness area that you need to improve and enhance before placing your product or service in the marketplace. لو انت مش ممكن هتشتري المنتج او الخدمه بتاعتك, يبقى ده هيدي لك رؤيه او هيدي لك وجهه نظر عن نقاط الضعف في المنتج او الخدمه بتاعتك, نقاط الضعف المحتمله اللي هي النقاط اللي انت ممكن او تحاول انك تحسنها وتدعمها قبل ما تحط المنتج او السوق او الخدمه بتاعتك في السوق.
يبقى ما تيجي تجاوب على السؤال ده هيدي لك فرصة تتعرف على نقاط الضعف في المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، وبالتالي يدي لك فرصة إنك تحسنها قبل ما تنزلها السوق. من الضروري you could reserve these weakness and turn them into a value solution that make a difference in how customers receive and buy your product and service. ومن الضروري انك تحسن النقاط الضعف ديت وتحولها الى نقاط قوه، او تحولها الى في مقترح العرض بتاعك الى نقاط قوه او قيمه مضافه اللي بتحقق اختلاف او ميزه للعملاء انهم يقتنوا او يشتروا المنتج او الخدمه بتاعتك. From there من هنا you can then start to determine who will most benefit from your product or service. ممكن نشوف الكلام ده في الجدول في السلايد الشريحه القادمه. يبقى هنا من هتقدر تحدد الفوائد اللي من المنتج او السلعه بتاعتك او الخدمه بتاعتك اللي تعم على المستهلكين، وبندونها في الجدول زي ده. يعني مثلا لما تيجي تعمل فاليو سولوشن هنعمل ميزه رقم واحد، اول حاجه البنفيت، ميزه رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة، بنعدد المزايا وبندونها. بنجاوب على الفاليو سولوشن، عرض القيمه او مقترح القيمه، اللي هو ايه المشاكل او المنتج او الخدمه بتاعتك بيحلها، والمين هيفيد مثلا مين، انهي قطاع في العملاء وهكذا. فمثلا لو عندك ميزه ان الخدمه بتاعتك دي مثلا بتوفر وقت، يبقى هتحل مشكله اللي هو التايم سيفنج، بدل تايم كونسيومنج استهلاك وقت كبير اللي في تلقي الخدمه، لا انا هتعمل تايم سيفنج. يبقى دي بنفيت رقم واحد لمين؟ للعملاء، للكاستمرز مثلا. ممكن ميزه اخرى ان مثلا اللو برايس اللي هي بتتغلب على الهاي برايس، يعني المنتج ده سعره غالي او يعني عالي شويه للمنافسين، فانت ما تحل المشكله دي ازاي؟ انك تقدم منتج سعر بسيط او سعر رخيص لو برايس، فمين برضه هتارجت الكاستمرز وهكذا. فانت بتعدد عشان تعرف ايه القيمه المضافه للمنتج او الخدمه اللي انت تقدمها. يبقى ده مثال بسيط عن ازاي تعمل فاليو سولوشن او عرض القيمه او مقترح القيمه او تسويه القيمه. If you have، هنا بيقول لك if you are having difficulty in listing the benefits، لو انت عندك مشكله انك تعدد او تذكر الفوائد زي ما شرحناها في الجدول السابق، طب هنعمل ايه؟ قالك examine further how the categories of customer convenience, price, productivity, simplicity, image can then be differentiated from the competition. هو بيقول لك لو انت مش هتعرف تحدد او تعدد او تذكر الفوائد على الخدمه او المنتج بتاعك، فانا ممكن ادي لك انا حاجات تقارن بيها. زي مثلا ايه؟ هنقول الكاستمر كونفينينس، راحه العملاء، وممكن السعر التسعير البرايسنج، وممكن تقول البرودكتيفيتي اللي هي هتدي نشاط مثلا او انتاجيه زياده، والسمبلستي هي البساطه، والايمج اللي هي ممكن تكون صوره الشركه او البراند نفسه. فهناخد امثله. For customer convenience، على راحه العملاء، who within your firm industry is emphasizing customer convenience؟ مين من خلال شركتك انت بتهتم او تعمل على راحته؟ يعني انا قطاع من العملاء انت بتستهدفهم وتعمل على راحتهم، يبقى هو مين او من. Where are their gaps، فين الفجوات؟ Where are their gaps، gaps اللي في مشكله في مثلا بين السوق، وضع السوق الحالي والمفروض يكون عليه في المستقبل الاكسبكتيشن، ففي جابس. ايه هي الجابس اللي انت هتستعملها وتركز عليها عشان توفر ساتسفاكشن او راحه العملاء او رضا العملاء، تكتسب رضا العملاء في السوق بتاعك. How does your primary market currently go about buying existing product or service of this type؟ ازاي السوق الرئيسي بتاعك في حالة how buying existing product، في حالة شراء المنتجات أو الخدمة of this type، إيه الوضع الحالي للسوق، السوق في المنتج أو الخدمة بتاعك، في حجم الشراء المنتجات الحالية أو الخدمات الحالية من هذا النوع اللي هي زي شبه المنتج بتاعك. And how can your new venture create a solution or solutions to offer customer convenience؟ وإزاي المنتج الشركة بتاعتك من خلال تقديمها للمنتج أو الخدمة نتحقق حلول
أو اقتراحات تعمل على راحة العملاء أو اكتساب رضا العملاء. يبقى أنت من خلال إجابتك على الأسئلة دي أنت ممكن تعرف تحدد فوائد البينيفيتس بتاعت المنتج أو الخدمة بتاعتك مقارنة بالآخرين، مقارنة بالمنافسين، وده اللي هيفيدك في إزاي تعمل مقترح القيمة أو الفاليو سولوشن. لو جينا لعنصر تاني، التسعير أو البرايسنج، لو أنت هتقارن بناء على السعر فهتسأل how does your pricing strategy compare to other، ازاي خطة التسعير بتاعتك تختلف عن المنافسين لك في السوق، و is pricing a major buying criterion for your customers، وهل اللي عمل التسعير مهم جدا للعملاء عندك في السوق في كده، يعني هل في بعض المنتجات والخدمات بتهتم بالتسعير يعني السعر فيها مهم، وفي لا منتجات وخدمات اخرى مش مهم فيها التسعير، بيبقى في حاجات تانية زي الكواليتي زي الساتسفاكشن زي حاجات اخرى. If so, how can you mark you make price a key differentiator؟ ولو كده ازاي هتخلي التسعير بتاعك عامل اساسي واضح كده في البيزنس بتاعك. يبقى البرايسنج هنشوف هل هو هيكون ميزه ليا او هل هيعمل اضافه قيمه مضافه، وهل هيساعدني الشركه بتاعتي في المنتج او الخدمه لا. يبقى تسعير المنتج او الخدمه مفيد ولا لا. ممكن اسال برضو على البرودكتيفيتي، how does your product or service improve the productivity and efficiency in your market؟ هل المنتج او الخدمه اللي انت هتقدمهم هيؤدي الى زياده كفاءه السوق مثلا او كميه الانتاج البرودكتيفيتي او الافشنسي؟ طيب ازاي بقى ازاي نعرف المنتج او الخدمه بتاعك هيطور او هيدعم البرودكت الانتاجيه والكفاءه في السوق؟ وهاو كان يو ميك شور ذا افشنسي از بيرسيفد از ا كي ماركتنج اور سيلينج بوينت of your firm offers and or how to conduct business؟ وازاي هنعرف ان الكفاءة ديت، هنتأكد ان الكفاءة دي هتبقى عامل مهم في عملية التسويق او تسعير selling point او نقطة اللي هي نقطة الربح في شركتك اللي بتقدم منتجات او خدمات. يبقى ادينا بنعدد بعض النقاط اللي هي المقارنة زي customer convenience زي pricing زي productivity. طيب وايه تاني؟ عندنا simplicity، هل how does your product or service meet some of the basic need and solve the current problem of your customers؟ ازاي نعرف ان الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمهم هيلبي احتياجات الاساسيه للعملاء وكمان او يحل بعض المشاكل الحاليه لهم بشكل بسيط، فهيقدم البساطه في توفير المنتجات او الخدمات لهم او حل مشاكلهم ببساطه. For image، how do your potential or current customers perceive the benefit of your business؟ بشكل كده هل العملاء الحاليين او المحتملين ازاي او كيف هيستقبلوا او يعني يدركوا الفوائد بتاعت العمل بتاعت البيزنس بتاعت الشركه بتاعتك في صوره المنتج او الخدمه اللي انت تقدمه، يعني ازاي هيستقبلوه، سواء يبقى كيف ازاي العملاء الحاليين او المتوقعين او المحتملين هيستقبلوا المنتج او الخدمه بتاعتك. What are their sources of information؟ وازاي هيبقى مصادر معلوماتهم عباره عن ايه؟ هل مثلا السوشيال ميديا زي فيسبوك وانستجرام ولا هيبقى مثلا الادفرتايزمنت اللي هي طرق الاعلانات التقليديه زي البانرز وزي البروشورز او حتى اعلانات في الصحف او المجلات، ولا هيبقى ايه مصادر معلوماتهم؟ هتعمل مثلا كامبين حملات دعائيه، يبقى ايه مصادر معلوماتهم اللي هيعرفوا اسم الشركه بتاعتك او اسمه وطبيعه المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمه. وورد اوف ماوس اللي هي ايه اللي هي دي استراتيجيه وورد اوف ماوس اللي هي بتبقى التناقض، يعني دايما الناس بتردد اسم المنتج بتاعك او اسم الخدمه بتاعتك، دي برضو استراتيجيه في الماركتنج. وتريد بابليكيشنز زي ما قلنا الانشارات التجاريه زي المجلات والحاجات ديت، وذا انترنت سواء ويب بيج او يوزنج سوشيال ميديا، او هاو كان يو بيلد اور امبروف ذا ايمج اوف يور برودكت اند سيرفيس، وازاي تعمل تبني براندنج لاي براندنج، ازاي تبني يعني انطباع جيد للعملاء عن مدى فوائد الخدمه او المنتج اللي بتقدمه. يبقى الايمجنج او البراندنج مهمه برضو عشان تقارن نفسك بالاخرين. By answering this question، لو انت جاوبت على هذه الاسئله you can then further develop your value solution،
لو انت جاوبت على الاسئله دي بشكل واضح ودقيق هتعرف انك تعمل مقترح القيمه بتاعه الشركه بتاعتك and refine it، وكمان تجدد او تعمله بشكل جيد to communicate your message عشان توصل رسالتك مباشره للسوق would look and find information related to your business. يبقى من خلال اجابه الاسئله دي هتقدر تعمل عرض القيمه الخاصه بالشركه بتاعتك، وهتقدر توصل رسالتك للمستهلكين بشكل مباشر داخل السوق. عندنا اداه اسمها ماركت تو ماركت كرييتيف كونكشن، او الروابط الابداعيه بين سوق وسوق. دي اداه is a tool in which creative connections are forged between the intended market and unrelated market will help the entrepreneur to generate some idea for positioning the new venture, promoting product and service, and developing and extending the value solution. هي دي أداة بتساعد على إنشاء روابط إبداعية أو روابط مختلفة بين السوق المقصود، أنت بتستهدف السوق اللي أنت مستهدفه في الخطة بتاعتك وسوق آخر يعني ملوش علاقة. واضح كده؟ يبقى أنت بتحاول تفتح مجال تاني أو سوق آخر. واضح كده؟ يبقى عن طريق الاداه ديت الماركت تو ماركت كونكشن، يبقى انت بتستهدف ماركت، بتعمل علاقه بين سوق انت بتستهدفه وسوق اخر انت ممكن مش بتستهدفه حاليا. ده بيساعد رائد الاعمال على يولد بعض الافكار بخصوص بوزيشننج ذا نيو فينشر، اللي هو وضع الاستراتيجي للشركه الجديده بتاعتك، تحدد الوضع الاستراتيجي او الوضع الشركه الجديد، وبروموتنج برودكت اند سيرفيس، وعمل عروض ترويجيه او ترويج المنتجات والخدمه الخاصه بالشركه الجديده بتاعتك، وديفلوبينج اند اكستندنج، تطوير والتوسع في عرض القيمه بتاعك. يبقى ماركت تو ماركت كرييتيف كونكشن اداه مهمه ان هي بتساعد رائد اعمال على تحديد الوضع، ازاي يعمل بوزيشن وضع استراتيجي للشركه بتاعته، وعروض ترويجيه للمنتجات والخدمات، وكمان يحسن عروض القيمه بتاعته. ايه بقى مكونات الماركت تو ماركت كونكشن ده؟ بيتكون من كذا بند. اول حاجه البيزنس ديسكريبشن، هو توصف العمل، وصف العمل. هتوصف ايه في العمل؟ هتقول طبيعه nature of your business in a word or a short phrase. يبقى هتوصف طبيعه الشغل بتاعك او البيزنس بتاعك يا اما في كلمه يا اما في جمله قصيره. هتقول انا بشتغل في، بقدم المنتج ده او الخدمه دي، وبتستهدف السوق ده، يبقى سواء محلي او اقليمي او هكذا. يبقى وصف قصير او وصف مختصر لطبيعه الشغل بتاعك. تاني حاجه الاتريبيوشن ليست، اللي هي قائمه الاسناد او قائمه المزايا. هتعدد او ليست اول ذا فيتشر، هتوصف او تعدد او تعمل قائمه بكل المزايا الميزات الخاصه بالعمل بالشركه بتاعتك، في صوره كاركترستكس خصائص، سيرفيس خدمات، برودكت منتجات، بروموشن عروض ترويجيه، فاليو اوفر، والقيمه اللي هتقول المضافة أو القيمة اللي أنت هتوفرها للعملاء. That you associate with this business in a column on your page. هتعدد المزايا ديت في جدول، في الشكل جدول واحد في your paper أو your draft، اللي أنت الورقة اللي أنت بتحط فيها البيانات ديت. يبقى أول حاجة بتوصف، أول حاجة بنوصف طبيعة العمل. ثانيا بنعمل قائمة المزايا أو قائمة الإسناد، بتحط المزايا اللي يختص اللي فيها العمل الشركة بتاعتك أو المنتجات والخدمات اللي بتقدمها. بيقول لك if the business is not yet existent، لو أنت لسه الشركة جديدة ما بدأتش شغلها، فأنت هتعدد أو هتذكر list your intended feature، هتقول المزايا اللي أنت بتستهدفها اللي هي في المستقبل، يعني لما هعمل الشركة دي وأقدم المنتج أو الخدمة دي يبقى في مزايا 1 2 3. طب لو الشركه بالفعل موجوده، if it's an already established business، لو الشركه في الواقع موجوده وبتقدم منتجات او خدمات، هتقول list the features that already provide، هتذكر فقط المزايا او الميزات اللي بتقدمها المنتج او الخدمه بتاعك. يبقى عندنا في الماركت تو ماركت كرييتيف كونكشن، عندنا اول حاجه هنركز على البيزنس ديسكريبشن، وصف العمل، وثاني حاجه قائمه الايه الاسناد. بعد كده number 3 select different type of business. هتعمل pick an industry or business type that is different from your or the one you are considering and write the name of it in a top of next column on the page. طب لما تيجي تعمل عشان تعمل connection، market to market connection، creative connection، هتعمل ايه؟ تالت حاجه هتعمل
هتختار نوع بيزنس مختلف او شركة مختلفة عنك، واضح كده؟ او منافسة لك، وهتعمل ايه؟ هتحط بيك اب اندستري بزنس تايب ديفرنت فروم يو اند او اللي انت بتستهدفها، وهتكتب اسمها، واضح كده، في عمود تاني في الصفحه اللي انت بتعمل فيها التحليل بتاعك. يبقى انت في اول حاجه في الصفحه انت كتبت بزنس، وصف العمل، انا بقى الشغل بتاعي او عمل الشركه بتاعتي بتستهدف كذا او بتعمل متخصصه في كذا. تاني حاجه بتعمل الاتريبيوتس، المزايا او تعدد المزايا اللي انت بتتميز، اللي انت بتستهدفها او اللي انت عندك في الشركه او من خلال المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. تالت حاجه هتختار شركه اخرى وتكتب اسمها. ليه بقى؟ عشان بعد كده تعمل اتريبيوشن ليست اوف ديفرنت بزنس، عشان تعدد المزايا بتاعه الشركه المنافسه او الشركه الاخرى اللي انت هتقارن نفسك بيها. فمثلا هتقول هنا ليست، هتذكر برضو كل المميزات من نفس الكلام، من خصائص وخدمات ومنتجات وعروض ترويجيه وقيمه مضافه اللي هي اللي بيعملها الشركه الاخرى اللي هي الديفرنت بزنس. وبعد كده ليه؟ عشان تشوف الاخرين بيختلفوا عنك في ايه، او تبقى عندك مقارنه بين وضعك انت من شركتك ومنافس لك او شركه اخرى في مجال عملك. So write as much as you know about this different business or you can as you can كده. فانت عشان تبقى عندك صوره واضحه بما يتميز به المنتج او الخدمه من خلال شركتك او ما يتميز به الاخرون برضو. بعد كده اخر حاجه make a creative connection. بعد كده يبقى تقدر تعمل ربط، تعمل علاقات ابداعيه او creative connection. بجابتك على بعض الاسئله دي اللي هي what do the attribute of the different business suggest for your business or industry. يعني ايه بقى المميزات الموجوده في الشركه المنافسه لك او الشركه الاخرى اللي انت ممكن تساعد الشغل العمل بتاعك او الشركه بتاعتك، وده هيفيدك في مقترح العرض بتاعك او عرض القيمه بتاعك. يعني مثلا لو لقيت شركه اخرى بتقدم مثلا خدمه التوصيل للمنتج بتاع الدليفري تايم بتاعها يعني وقت قصير، يعني ده ميزه لها، فانت ليه ما تحسنش الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك، او ان يبقى برده نفس الدليفري تايم او شيبنج تايم الشحن بتاعه يكون سريع. فانت من خلال بتقارن نفسك او بتقارن المنتج بتاعك بمنتج اخر، لازم عشان تعرف الوضع انت فين بالظبط، وده يفيدك في عرض القيمه بتاعك. What could you put in a place in your business that has been successful or a competitive advantage in the different business. ايه اللي بيميز الشركه الاخرى؟ ايه الميزه التنافسيه عنده؟ فلازم تقولها او لازم تبقى عارفها. How can information from a different industry partner assist you in developing your value solution. وازاي المعلومات اللي انت هتعرفها او تقتنيها من المنافس الاخر لك هيساعدك في تطوير او عمل عرض القيمه بتاعك. يبقى لازم تعرف ايه اللي بيميز الشركه الاخرى المنافس لك. What opportunities did you discover for marketing your product or service؟ وايه الفرص او المتاحه لك عشان تعمل عروض ترويجيه او تسويق للمنتج او الخدمه بتاعتك؟ وهاو كان ذيز اوبورتونيتيز بي انتجريتد انتو هاو يو ماركت يور فاليو سوليوشن، وازاي تربطها بين عرض القيمه بتاعك في التسويق، في الجزء بتاع التسويق. يبقى من خلاصه الكلام ان انت بعد ما الكونكشن ماركت تو ماركت كونكشن، انت هتشوف الدنيا ماشيه ازاي، هتشوف انت وضع عشان تحدد وضعك ايه في السوق، واضح كده، وتعمل ازاي تعرف تعمل تسعير وعروض ترويجيه للمنتج والخدمه بتاعك، وازاي تطور خطه العرض القيمه بتاعك. لازم اول حاجه توصف بيئه عملك رقم واحد، تاني حاجه تعدد المزايا اللي عندك للمنتج او الخدمه اللي تقدمها، تالت حاجه بتشوف شركه اخرى او منافس لك وتحدده، وبعد كده تشوف رقم اربعه تشوف المزايا اللي هي عنده، ورقم خمسه بتعمل مقارنه، واضح كده، وتشوف اذا كان تاخد ميزه او اكتر من الشركه المنافسه لك وتحطها عندك عشان تبقى افضل، تقدم منتج او خدمه افضل وتزود وتحسن عرض القيمه بتاعك. وازاي لو عنده الشركه المنافسه عندها ميزه تنافسيه، ازاي هل هتقدر تبقى تعمل زيهم او تبقى عندك ميزه تنافسيه زيهم، وازاي تساعدك في وضع عرض القيمه بتاعك، واي حاجات ممكن او اي طرق في التسويق
المنتج او الخدمه بتاعتك تقدر تحسن بيها ايه الفرص اللي تقدر تحسن بيها الماركتنج، تسويق المنتج او الخدمه بتاعك، وازاي تربطها بعرض القيمه بتاعك. هنا عندنا نقطه جديده في الشابتر بتاعنا، key drivers integral to buyers demand and expectation within your industry. هنفهم هنا الدوافع الرئيسية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من طلبات أو متطلبات العملاء وتوقعاتهم للبزنس بتاعك، للشركة بتاعتك. Once you have defined your firm value solution, you will find you will need to revisit and adapt your strategy based on the condition and the context of your industry and the marketplace. بعد ما عملنا عرض القيمة، عرفنا نعمل عرض القيمة للشركة بتاعتك، دلوقتي انت هتلاقي نفسك محتاج انك تعدل وتعدل او تكيف او تعمل ادابتيشن، تعديل او تكييف للاستراتيجية بتاعتك بناء على الشروط والوضع الجديد للشركة بتاعتك داخل السوق. بعد ما عملت وضع عرض القيمة بتاعك، محتاج تعدل الاستراتيجية بتاعتك بتاعت الشركة بتاعتك. بمعنى as customer needs and preference change, your firm will need to take a proactive approach in understanding how this change influence the overall operation and efficiency of your business. كلما تغيرت حاجات او متطلبات العملاء، شركتك لازم تاخد خطوات استباقية وسريعة في فهم هذه التغيرات اللي بتؤثر على الاداء الكلي او العمليات التشغيليه الكليه. يبقى دايما حاجات العملاء او احتياجاتهم او بتتغير، فلازم شركتك تبقى مواكبه التطور التغيرات ديت عشان تفهم ازاي التغيرات دي بتاثر على العمليات والكفاءه داخل شركتك. طيب one of the way to stay ahead and meet the expectation of your customers is to understand the key drivers of your venture within the industry. واحد احد هذه الطرق اللي بتخليك متربع مواكب للتغيرات وستي اهيد في مرحله تقدم، وانك تلبي توقعات واحتياجات العملاء، ان انت تفهم الدوافع الرئيسيه داخل شركتك بالنسبه للسوق، او الدوافع الرئيسيه اللي بتحرك شركتك داخل السوق. ولك ذا كاتيجوريز above are helpful in considering your firm value solution at the initial launch of your business. وقال لك اللي احنا ناقشناه في قبل كده في السلايدز او الشرائح اللي قبل كده، التصنيفات اللي احنا عشان نعمل عرض القيمه بتاعت الشركه، ده مفيد فقط في بدايه انطلاق المشروع، ولكن مع مرور الوقت over a time you will want to adapt these categories. مع مرور الوقت هيحتاج انت تعدل او تغير هذه التصنيفات عشان تلبي احتياجات العملاء وتزود القدرة الشرائية لهم على أساس يوم. يبقى خلاصة الشريحة ديت ان انت لازم تعرف، او الشركة بتاعتك لازم تحدد الدوافع الرئيسية اللي بتتحكم في سلوك العملاء بتاعه وتوقعاتهم بالنسبة لشركتك. كده لازم نعمل matching and refining the value solution to marketplace driver over time. لازم تعمل مطابقة وتحسين لعروض القيمة باستمرار بالنظر إلى التغيرات داخل السوق نفسها بمرور الوقت. Once the entrepreneur has determined the industry key drivers over a time, those drivers can be assessed based on how well they meet your firm strategy and value solution. طالما رائد الأعمال حدد خلاص إيه هي الدوافع الرئيسية للشركة بتاعته داخل السوق بمرور الوقت، خلاص هو حددها وعرف ايه نقاط ايه الدوافع الرئيسيه بتاعته او ايه العوامل المهمه للشركه بتاعته، قال لك ممكن نقيم هذه العوامل بناء على how well they meet، هذه العوامل تلبي او تساعده في الاستراتيجيه بتاعت الشركه بتاعته وعروض القيمه. يبقى انت لازم في علاقه دلوقتي بين الكي درايفرز الدوافع الرئيسيه للشركه بتاعتك و الاستراتيجية الشركة نفسها وعروض القيمة بتاعتها. وهنشوف الكلام ده في تيبل 2 اللي هو بيحدد how well the strategy and the solution are matching against the key driver in the market. يبقى نشوف جدول 2
تيبل 2 زي ما انتم شايفين هو بيعمل ماتشنج، هنعمل ماتشنج مطابقه للاستراتيجي والفاليو سولوشن والماركت درايف. ايه الماركت درايفرز؟ وات ذا ماركت درايفرز؟ اول حاجه الكومبتيتيف برايس، دي العوائد الدوافع اللي بتحرك الشغل بتاع الشركه بتاعتك، واضح كده؟ تقدم سعر متنافسي وهاي نيم ريكوجنيشن البراندنج والسوبريور كاستمر سيرفيس، وتلبي حاجات العملاء بشكل فائق او بشكل ممتاز، وبرفورمانس اوف برودكت والاداء بتاعك، والنولج اوف ستاف اكسبيرينس والخبره والنولج اللي عند اللي الموظفين عندك او الخبره بتاعتك الشركه بتاعتك. فانت هنا هتقيم الكي درايفرز ديت وهتربطها بكونسيدرنج يور استراتيجي والفاليو بروبوزيشن فاليو سولوشن، هاو ويل ار يو دوينج، انت ازاي شغال، يعني توصف الحاله بتاعتك بناء للكي درايفر ديت. فمثلا لو ادائك ضعيف او محتاج تطويرات امبروفمنت، او اداء متوسط فير او جيد او ممتاز او فوق التوقعات، فانت من خلال انك بتشوف هنا يعني بتقيم شركتك او لا، بتقيم الكي درايفر العوامل الرئيسيه اللي هي زي ما قلناها ديت بناء على التقييم دوت. فانت بتشوف هتقدر تعرف دلوقتي هل في ماتشنج، في تطابق بين استراتيجيه شركتك ودوافع السوق او العوامل اللي بتحرك شركتك داخل السوق. فمثلا لو انت عندك انت بتقدم كومبيتيتور برايس اوت ستاندنج، وان انت عندك براندنج جود، وان انت مثلا بتلبي حاجات العملاء بشكل جيد او ممتاز او ستاندنج، والبرفورمانس بتاعك جود برضو، والنولج عندك اوت ستاندنج، يبقى انت كده في ماتشنج بين الكي درايف العوامل او دوافع الشركه داخل السوق والاستراتيجيه بتاعتك. طب لو في مثلا هنا كومبيتيتور برايس كان ضعيف والريكوجنيشن كان نيد امبروفمنت وكاستمر سيرفيس كان ضعيف وهكذا، لا هتلاقي في مشكله عندك يبقى لازم تحلها، يبقى في عدم تطابق ولازم تعمل ماتشنج بعد كده، تشوف ايه تحسن ازاي البرايس بتاعك سعر تنافسي، وازاي تعمل براندنج او نيم بتاعك، وازاي تلبي رضا العملاء او تحفظ تقتني او تحصل على رضا العملاء وهكذا. فالتابل السابق ده assist you in benchmarking area where your firm require attention، بيشوف benchmark بيحط بيقيس مدى كفاءة شركتك، and where you lack internal capability and resources، وانت هل تحتاج مصادر resources اخرى او مصادر داخلية اخرى او قدرات اخرى داخلية عشان تلبي حاجات السوق. لما تعرف نقاط الضعف ديت knowing this weakness will help you to craft a revised strategy that focus on those driver and position you for the next innovation. لو انت عرفت تعالج نقاط الضعف ديت هتساعدك في انك تعدل او تقدم نسخه revised، نسخه محدثه او نسخه جديده من الاستراتيجي بتاعتك، من الاستراتيجيه بتاعتك بتركز على وضع الشركه بتاعتك وتلبيه احتياجات العملاء. While partnering and strategic alliance will be discussed later, the idea of developing a relationship with an outside firm may assist you in finding the key resources to fulfill your strategy and meet or exceed the need of your customers. مهمة أول نقطة دي في حياة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية هنناقشها بعد كده في المحاضرات القادمة، ولكن فكرة تطوير علاقة او ريليشن شيب مع شركه خارجيه سواء في تحالف استراتيجي او شراكه هتساعدك في انك تشوف الموارد الاساسيه اللي انت محتاجها عشان تلبي الاستراتيجيه عشان تلبي حاجات العملاء، واضح كده، وتنجز او تنجح في الاستراتيجيه بتاعتك، واضح كده. يبقى هنا بيلقى الضوء على التحالفات الخارجيه والتحالفات الاستراتيجيه، هي هتبقى فكره كويسه جدا لو انت قدرت تعمل في المرحله دي تحالف استراتيجي مع شركه اخرى، هتوفر لك موارد تساعدك على تقديم خدمه ممتازه وتلبيه احتياجات العملاء بتوعك. بس لما تيجي تدور in finding a partner to assist you with building your resources and capabilities consider the following questions، لما تيجي تشوف شريك ليك لازم يعني تحط في اعتبارك بعض الاسئله دي، الثلاث اسئله دول. ايه السؤال رقم واحد؟ What capabilities do you need to achieve the value solution and the key driver in the industry and which one do you lack؟ ايه اللي انت محتاجه عشان تحقق
ال value solution القيمة المضافة أو عرض القيمة عندك، وال key drivers في السوق بتاعك، وإيه اللي أنت مش عندك عشان تعرف تاخده من شريكك. ولو أنت عايز تعرف ده تشوف التيبل السابق وهتعرف إيه اللي أنت بور، اللي أنت بور فيه أو need improvement، اللي هو تقييمك فيه ضعيف، واضح كده؟ وده محتاجه عشان محتاج شريك يساعدك فيه، محتاج تعمل شراكة عشان يعوض النقص عندك. Which company have those missing ability؟ واي شريك تقدر اللي عنده الريسورسز الموارد ديت ويقدر يعوض النقص عندك مين هو؟ وبيزد اون كوست وكواليتي وسبيد شود يو اكيور ذوز كومبانيز اور بارتنر وذ ذيم، وبناء على تكلفه الشراكه والسرعه والكواليتي والجوده، هل انت محتاج شريك ولا لا؟ لازم تجاوب على الثلاث اسئله دومت قبل ما تعمل تحالف او شراكه خارجيه عشان تعوض اي نقص عندك. While how to partner and build strategic alliance will be discussed later, discovering what kind of resources and capabilities you need to implement your value solution and strategy is the first step in the process for building and growing a sustainable profitable venture. بنأكد على كلام اللي فات، ماشي، قبل عشان انك تكتشف ان اي موارد او امكانيات انت محتاجها في المرحله الحاليه عشان تنفذ الاستراتيجيه بتاعتك، دي اهم اول خطوه في عمليه بناء وتطوير مشروع ناجح ومستدام. Our next focus will be on how others including your competition view your strategy and your operational effectiveness and the performance. We will learn the value of perceptual map and how map is used to maintain and exceed your competition industry. في الخطوات النقاط القادمة هنعرف ازاي نعمل الخطة الإدراكية أو قيمة الخطة الإدراكية، وازاي نستخدم الخريطة ديت في الحفاظ على وضعك التنافسي، بل تتميز أكتر في السوق. Matrix comparison or perceptual map، الخطة الإدراكية، واضح كده؟ Developing your solution and its match with the key driver in the industry assess your internal strengths and weakness. Also, it's important to look outside in terms of how others in your market space are performing. انك تصمم عروض القيمة بتاعتك او solutions and it match ومدى مطابقتها للدوافع الرئيسية للسوق للشركة بتاعتك، بتركز فقط على نقاط القوة والضعف، اللي هي النقاط الداخلية سواء نقاط قوة أو نقاط ضعف. ولكن برضو لازم تبص من بره الشركة، اللي هو أوتسايد، واضح كده؟ In terms of others، إزاي الآخرين وضعهم في السوق إيه أو أدائهم إيه في السوق. لذلك احنا هنعمل هنا الـ Competitive Positioning اللي هو الوضع الاستراتيجي، مهم قوي. Competitive Positioning، ايه هو Competitive Positioning؟ الوضع الاستراتيجي reveal where your company stand in the eyes of any given group of people through the use of matrices. بنشوف شركتك مكانتها ايه او وضعها ايه، بس من outside، من الخارج، في عيون الناس من بره، في شكل ايه؟ مصفوفة، زي ما هتشوف دلوقتي في الشريحة القادمة كمثال. يبقى الوضع الاستراتيجي للشركة انت بتستخدم، بتشوف شركتك واقفة فين بس من خلال عيون الآخرين. هنعمل ماتريسيز صغيرة 2 of 2، يعني فيها 4 قطاعات أو 4 سيجمنت. You can easily map out the position you feel، ازاي تعرف وضع شركتك ازاي مقارنة بالمنافسين. الماتريسيز دي أو المصفوفة ديت هتدينا great way to visualize many different type of comparison، هتدي لك فيجواليزيشن، يعني هتدي لك رؤيه جرافيكس او رؤيه واضحه بشكل مجسم على وضع شركتك بالمقارنه بالمنافسين. طب نشوفها كده. زي استراتيجيك بوزيشن اوف ذا فيرم، هنستخدم الماتريسز دي. شايفين مقسمينها 4 قطاعات، واضح كده؟ هنا على السمعه نيم ريكوجنيشن، على سمعه الشركه، وهنا على خبره الشركه الاكسبرتيز، واضح كده؟ يبقى هنقيم وضعك الاستراتيجي بناء على حاجتين: سمعة الشركة name recognition، انت معروف ولا لا في السوق، والخبرة بتاعتك. فمثلا هنا عندنا ثلاث شركات او ثلاث انواع من الشركات: بوتيك، اللي هو بوتيك للمحل لاكسسوارات الحيوانات الاليفة اللي هو البيت بوتيك، وعندنا جورمنت ريستورانت، ده مطعم عام، وبيت سبلايز تشين، وده محل لسلسلة الامداد او
بتاعت الحيوانات الأليفة برضو. شايفين مثلا هنا البيت بوتيك اللي هو البوتيك الحيوانات الاكسسوارز بتاعت الحيوانات الأليفة، البيت بوتيك الاكسبيرينس بتاعته عالية قوي، يعني الفيدباك بتاعت العملاء يدوا له خبرته أعلى في المنتجات بتاعته، في حين ان نيم ريكوجنيشن مش معروف للاسف، ان هو سمعته على مستوى مثلا الماركت او على المكان اللي فيه مش عاليه، نيم ريكوجنيشن بتاعته ضعيفه خالص. يعني شايف هنا الاكسبرتيز اعلى حاجه، الخبره اعلى حاجه، انما هنا في السمعه بتاعته او الريكوجنيشن ضعيف، في حين ان مثلا البيت سبلايز تشين المحل بتاع سلسله الامداد عنده سمعته عاليه جدا، نيم ريكوجنيشن عالي جدا بوزيتيف اهو في الاخر، ولكن الخبره بتاعته متوسطه او مش عاليه. انما مين احسن حاجه بقى؟ الريستوران. الريستوران عنده الريكوجنيشن بتاعه عالي والاكسبيرينس بتاعته عالي، يبدو ان الفيدباك او العملاء بتوعه ادوا سمعه طيبه وخبرته كويسه وسمعه طيبه. طيب انا مثلا لو انا عايز ايه، انا هنا البيت بوتيك انا شايف ان انا عايز احسن السمعه بتاعتي، النيم ريكوجنيشن، ازاي اعمل ايه؟ ما انا لما اقارن نفسي البيت بوتيك مع البيت سبلاي تشين هلاقي ان هو متميز عني في النيم ريكوجنيشن، يبقى المنافس بتاعي بقى سمعته افضل مني على الرغم ان خبرتي اقدم منه. فهنا لازم تشوف ايه العوامل اللي تساعدك ترفع السمعه بتاعتك. بتيجي تدرس المنافس بتاعك وتشوف هو استخدم ايه او تبنى ايه سياسه معينه وتتبناها انت عشان ترفع نمو السمعه بتاعتك. ده ملخص خطه الادراك. فنيجي هنا انا بدي مثال اهوت برضو بقيت كونسيدر از اكزامبل اوف انتربرينور، رواد الاعمال اللي عايزين يبقى عندهم محل اكسسوارات للحيوانات الاليفه. فقال لك البيت برودكتس منتجات والخدمات بتاعه الحيوانات الاليفه ار وان اوف ذا الافكار الرائعه وبتجيب فلوس كتيره ولها حجم تجاره عالمي. وان ذيس كيس بوتيك از ريناوند، لما تيجي تشوف بقى البوتيك ده هتلاقيه مشهور في وسط جيرانه بس ويز ا ستيدي اند لويال كلاينت، لانه عنده حجم عملاء ثابتين ومخلصين له. لو انت رواد الاعمال ما عايزين يعني يقارن نفسهم بالبيزنس دوت بالبيزنس سبلاي تشين، واضح كده زيد تو كاتيجوريز زي واتش بليز هير هير بزنس لو ان ذا نيم ريكوجنيشن سكيل بات هاير اون اكسبرتيز. المحل بتاع اللي هو السبلاي تشين قلنا الخبره بتاعته قليله بس هو سمعته كويسه، فلازم يزود، هيشوف العوامل اللي يزود بيها ايه الخبره بتاعته. وبرده البيت بوتيك اونر ماي تشوز يتبنى برضه صاحب محل البوتيك هي ممكن يتبنى تكنيكس او اساليب مختلفه وتقنيات مختلفه عشان يزود تميزه عن اللي هو السبلاي تشين اكسسوارز. تقييم اراده المنافسين. Even the strongest competitor can be overcome if it isn't committed to the market need. ممكن يكون المنافس القوي ممكن التغلب عليه، يعني ممكن التغلب على المنافس القوي اذا لم يكن ملتزما او اذا لم يكن مهتما باحتياجات السوق. ده طبيعي، منافس قوي مش متابع حاله السوق واحتياجات العملاء واختلافها وتغيرها كل فتره، فممكن بسهوله ان انا اتغلب عليه. يعني من خلال تقييم اراده المنافسين مهمه جدا، واضح كده، عشان اشوف اخد وضع ميزه تنافسيه في السوق. واضح كده، انت بتيجي تدرس المنافس بتاعك ممكن تشوف بيانات التحليل، البيانات اللي هي حجم الارباح حجم المبيعات بس برضو تحليلك لاراده المنافسين عامل مهم، يبقى حتى مهم قوي، حتى اقوى المنافسين يمكن التغلب عليه لو ما كانش ملتزم باحتياجات السوق. وبرضو ايضا a weak competitor can cause massive damage if it's passively committed، وبرضو حتى المنافس الضعيف ممكن يعمل خساره فادحه اذا كان مهتم او متابع قوي او متعصب لاحتياجات السوق. واضح كده، فلازم يعني حتى برضو يعني يكون في توازن. واضح كده، سواء حتى لو انت لو عندك منافس قوي ممكن تتغلب عليه او ما كانش ملتزم او ما كانش متابع احتياجات السوق، وبرضو حتى لو عندك منافس ضعيف ممكن برضو يبقى سهل التغلب عليه لو هو كان ملتزم زياده عن اللزوم او مهتم قوي بشكل متعصب. لذلك it's crucial to assess competitors' strengths of will or commitment. لذلك من المهم جدا تقييم قوة وإرادة المنافسين والتزام. This requires going behind objective. What do they want?
to assess intensity with which they approach the task. How badly do they want it؟ بمعنى ده يتطلب عملية تقييم إرادة المنافسين إن أنت تشوف وراء أهدافهم، يعني تتجاوز أو تفحص أكتر من الأهداف الأوبجيكتيف بتاعتهم، الأهداف المعلنة لهم، بمعنى إن هم عايزين إيه؟ لا لازم يكون تحليلك أعمق من كده، إنك تقيم the intensity with which they approach the task، مدى intensity هي كثافة أو مدى اللي هو deeply يعني بشكل عميق هم بيحققوا أهدافهم. أو بناء على how badly they want، بناء رغبتهم، إزاي بيحققوا رغبتهم. واضح كده؟ يبقى تحليلك ده هيكون تحليل عميق، هيتجاوز الأهداف المعلنة، لا أنت هتقيم بشكل عميق أو بشكل يعني كثيف إن هم إزاي بيحققوا رغبتهم. Most competition involves several key times when each competitor has a choice of backing down or continuing the fight. بعض كل المنافسات في السوق بتتضمن أوقات مختلفة. ساعات بعض المنافسين عندهم خيار ان هم يتراجعوا او يكملوا السباق او يكملوا القطار زي ما بيقول. واضح كده؟ فالسوق دايما متغير، بعض المنافسين عندهم قوه الاراده ان هو يكمل السباق، وبعض المنافسين عندهم ارادتهم ضعيفه بقدرش بيتراجع على طول. طب when assessing the likelihood of the competitor will continue to fight you should assess the following factors. لو انت هتشوف هتقيم مدى احتمال ان المنافس بتاعك عنده اراده قويه لدرجه انه هيكمل السباق وعنده اراده قويه انه يقاتل لغايه اخر لحظه، فلازم تحط في اعتبارك بعض العوامل الاساسيه. هم ثلاث عوامل. اول عامل بتشوف هل الشركه دي عندها منتج رئيسي ومهتميه بيه. How crucial is this product to the firm؟ مدى أهمية هذا المنتج للشركة المنافسة. The more crucial the product in terms of sales and profit, the more committed most company will be do. كلما يكون الشركة عندها منتج مهم جدا ومن ناحية حجم المبيعات والأرباح، كلما احتاج منها التزام وشراسة أكتر في الدفاع عن مكانتها في السوق. ده أكيد واضح. يبقى أنت عشان تشوف الكومبيتيتورز وإرادة المنافسين هتشوف هل عندهم منتج مهم قوي فتتوقع منهم، لو انت عايز تنازعهم او يعني في منافسه بينك وبينهم، ان هم هيبقى في قتال عنيف. This help explain why effort to unseat a market leader by attacking the heart of the market provoke violent reaction where a strategy that nibbles away at secondary market is more likely to go matchless. هنا عندك اثنين استراتيجيتين. واضح كده؟ عشان تنافس شركة رائدة في السوق عندك. واضح كده؟ في الاستراتيجية الأولى إن أنت عندك جهود إنك تطيح بالشركة دي. يعني unseat a market leader، إنك تطيح، في جهود مبذولة إنك تطيح بشركة رائدة في السوق، إنك بتهاجمها في المنتج بتاعها الرئيسي بتاعها. ده تتوقع منها إن هيبقى في ردود فعل عنيفة منها. إنما في عندنا استراتيجية تانية إن هي بتركز فقط على الأسواق السنوية. يعني انت انا هسيب الشركه الرائده في السوق الرئيسي بتاعها، بس لكن انا احاول اشوف اسواق اخرى واضح اركز انا عليها بحيث اكون استحوذ على قيمه اكبر فيها، ماركت شير اعلى. دي برضو استراتيجيه افضل، تظل هي استراتيجيه فريده وقويه. واضح كده؟ طيب عندنا مثال ان شركه اي باي ان الكي برودكت بتاعها ان هو كان الاونلاين اوكشن، هي تعمل مزادات اونلاين على الانترنت. لما امازون حبت تخش السوق بتاعها وبعض الشركات المنافسه اخرى حبت تتنازع او تتنافس، شركه اي باي تو ديفلوب سيميلر اوكشن ار كونسيدرد تو بي ا سترونج ثريت تو اي باي فيابيليتي اند ار ميت ويز انكريست بروموشن اند ادفرتايزنج از ويل از اكسبنشن ان ذا نمبر اوف اوكشن اند كاتيجوريز. لما حبت شركه امازون تنافس شركه اي باي في المنتج الرئيسي بتاعها كان وقتها المزادات على الاونلاين او المزادات اللي هي البيع اونلاين، لقينا شركه اي باي لها رد فعل عنيف ان هو ايه، بدات ان هي اعتبرت ان في تهديد قوي لها، فبدات تعمل عروض ترويجيه اكتر واعلانات اكتر وتوسع حتى في تصنيفات البيع اونلاين عندها. طيب
ما تيجي برضو تشوف إرادة المنافس بتاعك، بتشوف برضو عامل تاني how feasible is a commitment in the market. هل الشركة دي ملتزمة يعني بوضوح بتعامل السوق بشكل فيه شفافية عالية ولا لا؟ بيقول لك من الصعب it may be difficult for company to admit they are wrong once they are publicly committed. من طبيعة الشركات بشكل عام ان هي صعب جدا تعترف بأخطائها في العلنية، يعني صعب اي شركة تقول انا مخطئة او عندي خطأ معين اتجاه السوق او اتجاه تقديم منتج معين في السوق. فده هل المنافس بتاعك عنده شفافيه ان يقول انا مخطئ ولا لا؟ فده برضه هيحدد مدى ارادته، مدى اراده المنافس في استمراره في السوق. فبندينا مثال عندنا هنا لشركه اكسون اوف سيستم ديفيجن which was clearly in trouble for a long time before it was sold in 1985. وقال لك ان في شركه كان عندها مشكله كبيره في الشفافيه عندها لفتره طويله قبل ما تتباع. وبرضه في شركه كوكا كولا اللي هي قدمت منتج جديد في امريكا كان اسمه نيو كوك اند ريبوزيشن ات سيفرال تايم بات ايفن ان هو كان بيخسر على طول. يعني في شركه كوكا كولا ذات نفسها كانت بتقدم منتج جديد وكان بتحاول تعمل حملات تدعيم وكذا اكتر من مره على الرغم ان هو ما كانش بيحقق مبيعات. فده يمثل عناد من الشركه وعدم شفافيه في السوق. ثالث نقطة how aggressive the managers. هنا بتشوف بتكشف على المديرين او مدى صلابة او يعني قوتهم في في المنافسة المديرين الشركات المنافسة. personality differences exist and some individuals are more combative than others. قالك الاختلافات الشخصية للمديرين موجودة، واضح كده الميزات او السمات الشخصيه لكل مدير بيختلف او كده، وبعض الافراد عندهم قدره قتاليه اكتر من الاخرين او قدره قتاليه على الاستمرار في السوق او المنافسه اكتر من الاخرين. يبقى مدى how aggressive are the managers of يعني مدى قوه قتال او القدره التنافسيه او السمه الشخصيه للقتال المديرين للشركات المنافسه، ده عامل مهم جدا عشان تعرف مدى اراده المنافسين. قال لك this aspect اللي هو الاجريسيف اوف ذا مانجرز، واضح كده القوه القتاليه للمديرين may not be detected in the management analysis. ده ما اقدرش احدده او اكتشفه بسهوله في التحليل الاداري مثلا، واضح كده. انما اقدر اعرفه ازاي؟ قال لك only be known by how badly a competitor want it can one successfully approach the next task اللي هي predicting future strategies. انما انا ممكن اعرف مدى شراسه المديرين ان انا اركز على رغباتهم، ازاي بيحققوا رغباتهم، واضح كده، وازاي بيتنبؤوا بالخطط المستقبليه. يبقى هنا بتركز على رغبات المديرين وتتتبعها، واضح كده، وازاي هما بيحققوا اي مهمه مستقبليه. developing the go to market strategy استراتيجيات الدخول الى السوق GTM. It has been said if you don't know where you are going any road can take you there. بيقولوا زمان انه انت لو مش عارف هتروح فين اي طريق هيوديك المكان اللي انت عايزه. To eliminate the such disorientation and provide direction an entrepreneur should begin with the vision and create go to market or GTM strategy for what will be the firm launch. طبعا المقوله السابقه اللي قلناها ان انت مش عارف هتروح فين خد اي طريق، ده مش طريقه ان بروفيشنال، مش طريقه صح. فعشان نشوف نلغي المس اللي هو ديس اورينتيشن سوء التوجيه دوت او ونوجه ونبروفايد دايركشن ونوفر بديل اتجاه بديل، رائد الاعمال لازم يبتدي بالرؤيه بتاعته وين ويعمل اللي هو استراتيجيه الدخول للماركت او الماركت انتري استراتيجي، ازاي تخش السوق، واضح كده، قبل بدايه شركته او مشروعه. ايه هو جي تي ام استراتيجي؟ الجي تي ام استراتيجي انكلود شانلز ذات ا كومباني يوز تو كونكت وذ اتس كاستمرز اند اورجانيزيشنال بروسيس It developed to guide customer interaction from initial contact through fulfillment or through success. باختصار كده استراتيجية دخول الماركت أو الذهاب إلى الماركت بتتضمن تنشئة قنوات اتصال مع العملاء بتوعك.
واضح كده؟ يعني انت لما تيجي تعمل استراتيجيه تدخل السوق، انك اول حاجه هتخش هتوصل للعملاء بتوعك ازاي؟ فلازم تنشئ قنوات اتصال مع العملاء، وكمان هتعمل عمليات مؤسسيه او عمليات تنظيميه انك توفر دليل او توجيه او تفعيل للكاستمر انتراكشن، تفاعلات او زياده التفاعلات مع العملاء بتوعك من البداية الاتصال الاولي وحتى الايه النهايه. يبقى جي تي ام باختصار او جو تو ماركت استراتيجي انك بتوفر قنوات اتصال مع العملاء وازاي تدعم التفاعل معاهم من البدايه حتى النهايه. With a right GTM strategy has a significant impact on a company ability to cost effectively deliver its value solution to each of its target segment. ويقول لك الخطه الصحيحه للدخول الى السوق او the right GTM strategy لازم يكون لها دور مؤثر على قدره الشركه على توصيل القيمه المضافه او الفعليه لكل قطاع في السوق او كل تارجت سيجمنت. يبقى عشان اعرف ان جي تي ام دي شغال او صح او غلط لازم يكون لها فاعليه ودور مؤثر في قدره الشركه على الوصول لتحقيق القيمه المضافه والوصول لكل جزء من الماركت من السوق او كل قطاع في السوق. Companies are becoming increasingly focused on and focused and sophisticated in the way in which they compete to create superior customer value. تتنافس الشركات عشان يحققوا قيمة مضافة أو قيمة عالية أو قيمة فائقة للعملاء. A company tailor their value solution to better address customer need. الشركات بتصمم المقترحات الفالي أو عروض القيمة بتاعتها عشان إيه؟ تلبي احتياجات العملاء بشكل فائق، بشكل يتجاوز beyond product specification، بشكل يتجاوز خصائص المنتج نفسه، and better align their cost ويتفوق او يتلائم قدره مع تكلفته relative to those need. بمعنى جي تي ام استراتيجي بلاي ا سنترال رول. يبقى خطه استراتيجيه الدخول الى السوق بتلعب دور مركزي او دور رئيسي عشان to better address customer needs. يبقى بتلعب دور رئيسي في تلبيه احتياجات العملاء بشكل فائق او بشكل مميز. معايا كده؟ يبقى خلاصة الشريحة ديت لازم تبقى مهم قوي تعريف الجي تي ام استراتيجي اللي هي تنشئة قنوات اتصال مع العملاء وازاي ندعم التفاعل مع العملاء من البداية للنهاية، وان افضل خطة لدخول السوق ان انت يكون لها دور مؤثر للشركة وقدرتها على التنافس وتقديم قيمة مضافة للعملاء، وكمان لازم تلبي احتياجات العملاء بشكل مميز. A powerful vision should continue stretch the corporation capabilities. واي رؤيه قويه للشركه بتعمل باستمرار على ايه؟ توسعه او قدرات الشركه. يبقى اي رؤيه بتحافظ على اي رؤيه قويه بتحافظ على توسع الشركه وتوسع قدرتها. For many companies, therefore, بالتالي the overarching vision is captured in an ambitious aspiration, the time frame of which may be ill-defined and distant. وأي رؤية الكثير من الشركات أي رؤية بتصمم بشكل فيه طموح، لازم أي رؤية يكون طامحة، لازم تحقق أهداف كبيرة ولها توقعات كبيرة في المستقبل. يبقى لازم أي رؤية تكون طامحة ولازم لها طموح كبير، والتايم فريم والوقت بتاعها بيكون غير محدد وبعيد. يعني أنا مش هبص تحت رجلي أو أنا أبص بس إن أعمل هدف يكون الرؤية بتاعتي تتضمن وقت قصير أو شورت كامينج جولز، أهداف قصيرة المدى. لا، ده أنا عندي أهداف بعيدة المدى وغير محددة كمان. كل ما تكون الشركة عندها طموح أكبر ده فوق قدره كبيره على الاستدامه وعلى التميز. لذلك لازم رؤيه الشركه او استراتيجيه الشركه تكون تتضمن الرؤيه الطامحه ديت. فمثلا عندنا امثله كتيره. ففي سنه 1920 كان شركه فورد عندها طموح او رؤيه او شعار ان انا بوت اكار ان افري هوم، ان انا لازم كل بيت يكون عنده عربي. وفي سنه 1900 وطبعا شركه فورد محطه في 1920 طبعا هي شركه ناجحه لهذا الوقت،
واضح كده. وبرضه في سنة شركة أبل سنة 1980 كانت بتبص للمستقبل بنظرة طامحة، وكانت بتقول إن أنا عايز يكون كمبيوتر في كل بيت. واضح كده. طبعا شركة أبل هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الآن. وقال لك وبيل جيتس في سنة 1990 كان عنده برضه رؤية بعيدة، إن هو عايز كمبيوتر من إيفري ديسك، عايز جهاز كمبيوتر على كل مكتب في كل بيت، ويشتغل بمنتجات مايكروسوفت. By the end of that decade, this vision has grown to include the internet. وهكذا برضو الانترنت. Each of these simple expressions اللي هي a car in every home أو a computer in every home، كل من هذه التعبيرات البسيطة بتحمل إيه؟ بيان، يعني جملة إقناعية بتقنع الموظفين إنهم أو بتحفزهم عشان يوصلوا النجاح والتميز والالتزام في عملهم. يبقى الجمل البسيطه دي اللي موجوده جوه الرؤيه الشركه بتضمن مدى التزام ووفاء الموظفين على العمل بشكل دؤوب من اجل التميز والنجاح. Your go-to-market strategy، استراتيجيه الدخول الى السوق الخاصه برائد الاعمال. As you become operational and to focus on solution rather than specific product، you can now organize your strategic effort around annual GTM campaign. عندما تكون جاهزا كرائد اعمال وانك دلوقتي بدات تركز على تقديم القيمه المضافه او الحلول بدلا من منتجات محدده، now انت الان يمكن تنظم جهودك او توجه جهودك الاستراتيجيه نحو الحملات الدعائيه للدخول الماركت للجي تي ام. طب a GTM strategy focus on your business on short term strategic challenge. من خصائص استراتيجيات الجي تي ام او دخول السوق انها بتركز فقط على الاهداف او التحديات قصيره الاستراتيجيه قصيره المدى في وقت قصير المدى، ولكن برضو بتوفر provide consistent strategic marketing approaches for your product and system، مع توفير حملات او تسويقيه استراتيجيه ملائمه للمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. يبقى الجي تي ام خلي بالك انها بتركز فقط على الحاجات التحديات قصيره المدى، مع ان وبرضه فيها ميزه انها بتوفر حملات او جهود دعائيه او تسويقيه للمنتج او الخدمه او المنتج بتاعك متوافقه معاك. لو عندك تحالفات استراتيجيه او شريك استراتيجي strategic partner or allies can align their product or service with your GTM strategy to benefit from this campaign. ولو انت عندك في شركتك الناشئه عندك شريك استراتيجي او تحالف استراتيجي ممكن يحطوا منتجاتهم وخدماتهم برضو معاك في الخطه التسويقيه بتاعتك لدخول السوق. دي ميزه برضو في الجي تي ام انها قابله انها تدخل اي منتجات او اخرى من الشركاء بتوعك. ولكن عيوبها بقى ايه او this advantages mean that while GTM strategies are intended to make your message to the marketplace more focused and coherent, their short-term focus and fugginess mean partners should take time to understand their benefits. على الرغم من ان GTM استراتيجيات GTM بتستهدف انها توصل رساله او تواصلك مع العملاء والسوق بتاعك بشكل واضح ومركز ومتماسك، لكن العيب بقى ان هي دايما بتركز او هدفها قصير المدى شورت تيرم فوكس، هي تركيزها او هدفها قصير المدى، ومع بعض الغموض فيها بتخلي ان الشركاء بياخدوا وقت اكبر عشان يفهموا مزاياها وشروطها. يبقى الجي تي ام واضح كده عشان خلاصه الكلام، هي بتركز على شورت تيرم استراتيجيك تشالنج، بتركز على الاهداف او التحديات قصيره المدى، ولكن دي ميزه وفي نفس الوقت عيب. العيب بتاعها ان هي بتاخد وقت اكبر عشان العملاء والشركاء يفهموا مزاياها. جي تي ام كامبين كان بي ديزايند يوزنج ا ماتريس لايك ان تيبل 3، هناخدها في الشريحه القادمه. كومبليتنج اتش اوف ذيس سيل اند اوفرنج سولوشن تو يور ماركت بيس. زي ما انتم شايفين لما اجي اعمل drawing او illustration توضيح للجي تي ام او جو تو ماركت استراتيجي، هنا الجي تي ام سولوشن اريا اوف كونسنتريشن، ايه الحاجات اللي هتركز عليها، وهنا هتشوف التارجت اودينس هتستهدف مين، والكيبورد والمنتج الرئيسي او الخدمه الرئيسيه اللي انت بتقدمها.
طيب انت ما تيجي تعمل الاستراتيجيه ديت عشان تخش تدخل منتج جديد السوق او خدمه جديده السوق، هتقسم السوق بتاعك لسيجمنتس، هتعمل مثلا استراتيجيك انيشيتيف، مبادره رقم واحد، مبادره رقم اثنين، ومبادره رقم ثلاثه، انيشيتيف 1، انيشيتيف 2، انيشيتيف 3. هنا هتستهدف سيجمنت معين من الماركت، وهنا هتستهدف سيجمنت معين، قطاع معين من الماركت، وهنا هتستهدف قطاع معين من الماركت. هنا انت هتستهدف مثلا المنتج بتاعك هي اني اودينس، هل مثلا اني تارجت اودينس، اني كاستمرز، هل مثلا اللي هم اليانج الشباب ولا متوسط السن او كبار السن، هل هتستهدف مثلا فئه المتعلمين وفئه غير المتعلمين، هل هتستهدف الموظفين ولا رجال الاعمال ولا الطلاب. هتحدد التارجت اودينس، اي نوع من الكاستمر العملاء هتستهدفه، وايه الكي برودكت بتاعك في المرحله دي او في الاستراتيجي ديت هتحدده برضه. انت كمان زي ما قلنا في الشرح السابق ان انت ممكن تحط المنتجات والخدمات بتاعت الشركاء الاستراتيجيين بتوعك، ممكن بتتضمن برضو زي ما انت بتحط المنتج بتاعك، ممكن تحط المنتج بتاع الشركاء بتوعك برضو في الكامبين ديت او في الجي تي ام استراتيجي. هنا هنقسم الشركات لنوعين، بايونير وفولور، الرواد والفولورز والتابعين. يبقى عندنا التايتل هنا Pioneers and Followers Competitive Tactics Environment and Firm Growth. هنا a form of corporate entrepreneurship called marketing pioneering occurs when a firm is first to offer a new product or service on the market. انت نعتبر الشركة رائدة لما بتقدم منتج او خدمة جديدة totally، يعني حاجة جديدة خالص للسوق، فدي شركة رائدة. انما الشركة التابعة هي ايه؟ هي بتاخد نفس المنتج وتقدمه بشكل تاني بميزه بسيطه عليه، فهو نفس المنتج او نفس الخدمه بس على تعديل بسيط، يبقى دي شركه تابعه. يبقى لازم تقسم الشركات في السوق لشركه شركات رائده اللي هي بايونير فيرم وشركات فولور فيرم. يبقى احنا عارفين المصطلح ده الماركت بايونيرنج امتى بيحصل، هو ده جزء من رياده الاعمال، بس امتى بيحصل؟ لما يكون الشركه او الفيرم از فيرست تو اوفر ا نيو برودكت اور سيرفيس تو ذا ماركت. طيب ذا كونكشن بتوين Market pioneering and firm performance focus primarily on العلاقة بين ريادة السوق أو الشركة الرائدة في السوق وأداء الشركة بيركز بشكل أساسي على pioneering as an environment specific phenomena and firm performance and the fit between firm pioneer follower status and its competitive tactics. يبقى عشان أشوف العلاقة بين الشركة الرائدة وأدائها بيركز على البايونير، الريادة هنا كظاهرة محددة بإيه؟ يعني الريادة هنا يبقى في حاجة محددة أنا هتميز فيها في السوق ده، هقدم منتج جديد في السوق دي، فبيديني صفة الريادة في البيئة محددة في ماركت أو سوق معين أو سوق محدد. وكمان الريادة دي هتأثر بشكل تلقائي على أداء الشركة، واضح كده؟ هتزود منتجاتها، هتزود الأرباح بتاعتها، هتزود حجم المبيعات. وكمان لازم نخلي بالنا الملائمه الفيت بتوين الشركه الرائده و والتكتيكات الاستراتيجيه بتاعتها، يبقى لازم نشوف التلائم او الماتشنج بين الشركه الرائده حاله الشركه الرائده والتكتيكات الاستراتيجيه بتاعتها. These phenomena are explored emphasizing how they are manifesting in different industry environment and what pioneer and forward do differently to promote their performance. هذه الظاهرة لريادة السوق أو شركة رائدة بتأكد على هاو على ظهور الشركة في أكثر من بيئة ومختلفة، وإن إزاي الشركات الرائدة أو التابعة بتقدم بشكل مختلف أو differently to promote their performance بشكل إزاي تدعم أدائها بشكل مختلف. A theory that describes how specific competitive tactic related to firm sales growth rate among market pioneers and the market followers is developed in two distinct environmental settings, hostile and benign. بص عشان نوصف البيئة التنافسية أو التكتيكات الاستراتيجية المرتبطة بحجم المبيعات وبين الشركات الرائدة والشركات التابعة هنقسمهم لنوعين طبقا للبيئة. في عندنا هاستايل انفايرمنت، بيئة عدائية أو بيئة عنيفة أو بيئة فيها تنافسية عالية جدا، وبيئة بناين اللي هي بيئة ودية الأمور فيها ودية أو بيئة حميدة. يبقى هنقسم طبقا للبيئة
عشان نوضح التكتيكات الاستراتيجية للشركات الرائدة والشركات التابعة، هنقسم البيئة لنوعين: الهاستايل اللي هي البيئة العدائية أو البيئة الأكثر تنافسية، والبيئة البناين البيئة اللي هي فيها الأمور الودية أو البيئة الحميدة أو المنافسة فيها بشكل ودي أو بشكل لطيف يعني. بيقول لك احنا عملنا هنا تحليل اناليسيس عشان نفرض الهوستايل والبناين انفايرمنت، عملنا جمعنا بيانات من مديرين من 103 مدير من شركات مختلفه في 75 اندستري، وان استخدمنا اساليب تحليليه عميقه زي كلاستر اناليسيس والانوفا والكورليشن اناليسيس تحليل الارتباط وهكذا. والفايندنج سجست ذات ماركت بايونير جرو از ذا سيم ريت از ماركت فولور. بشكل طبيعي ان الشركات الرائده والشركات التابعه ان حاله النمو قريب من بعض او زي بعض، ولكن لما نقسمهم طبقا للبيئه هتختلف. في الهوستايل انفايرمنت بتختلف عن البناين انفايرمنت، البيئه العدائيه او البيئه اللي فيها الاكثر تنافسيه هتختلف تماما عن البيئه الوديه او البيئه اللي هي الامور فيها لطيفه او هاديه. طيب في الهاستايل انفايرمنت البايونيرنج مي انيبل فيرم تو بريك اوت اوف ذا دومينانت برايس بيست مود اوف كومبيتيشن اند جروث ديسبايت تشارجنج هاي برايس. في البيئات التنافسيه او الاكثر تنافسيه ان الشركات الرائده او الرياده هتسمح للشركات انها تسيطر على بريك اوت اوف ذا دومينانت برايس، بتتحكم في السعر بناء على المنافسه عند ممكن لها قدره على النمو على الرغم فرض اسعار عاليه. يعني بما الشركات الرائده عندها قدره على التحكم في السوق، فلذلك هي ممكن تتحكم في السعر كمان لانها عندها منتج فريد، عندها منتج خاص بيها ما فيش منافس لها فيه بشكل واضح، فاذا هي تقدر تتحكم في السعر وتفرض سعرها على السوق. البايونير ان هوستايل انفايرمنت ار بيتر سيرفد ذان فولور. اكيد ما هي في البيئه العدائيه او البيئه الاكثر تنافسيه الشركات الرائده عندها قدره كبيره جدا اكتر من الشركات التابعه، واضح كده، سواء توزيع منتجاتها ديستريبيوشن، توزيع منتجاتها حجم المبيعات وحجم الارباح وكمان التسعير. لذلك اتس ريكومندد ذات followers in hostile environment reduce their cost structure in order to maintain low price strategy. لذلك يفضل للشركات التابعه في البيئات العدائيه او البيئات الاكثر تنافسيه انها تقلل حجم التكاليف المنتج بتاعها عشان تحافظ على او تبقى عندها سياسه اللو برايس استراتيجي، عندها استراتيجيات تقديم المنتج بسعر بسيط عشان تقدر تستين، تقدر تسرفايف، تقدر تستمر في السوق. يبقى ده في الهوستايل انفايرمنت مهم جدا ان الشركات الرائده لها قدره اكبر على التنافس من الشركات التابعه، والشركات التابعه عشان تحافظ على بقائها في السوق لازم تتبع استراتيجيه اللو برايس استراتيجي. طيب نيجي للبيئه الثانيه اللي هي البناين انفايرمنت، البيئات الوديه او البيئات الحميده. ايه بقى؟ قال لك offering product with warranties superior to those of competitors may have positive effect on sales growth more so among pioneers than فور. في البيئات الحميده انك توفر منتجات بضمانات ورنتس، يعني اي منتج معاه ضمان هيدي لك ميزه تنافسيه، واضح كده، ومعدل ايجابي على حجم المبيعات، هيزود حجم المبيعات، وده بنشوفه في الشركات الرائده اكتر من الشركات التابعه. يعني في البيئات الحميده لما تيجي الشركات تقدم منتج لازم تحط معاه ورنتي، ده بيدي لها ميزه تنافسيه ويزود حجم المبيعات بتاعتها، وده بنلاقيه طبعا في الشركات الرائده اكتر من الشركات التابعه. مهم جدا نفهم الفرق دوت بين البايونير فيرم والفولور فيرم والتو انفايرمنت يقدر يشتغلوا بيها، سواء بيئه اكثر تنافسيه او اكثر عدائيه او بيئه حميده او بيئه لطيفه. ريكاب او النقاط الرئيسيه اللي ناقشناها في محاضره النهارده، احنا ناقشنا ايه هو الفاليو سولوشن، وقلنا ايه هي كي درايفرز ذات ار انتجرال تو بايرز، العوامل الدوافع الرئيسيه اللي مرتبطه باحتياجات العملاء، وقلنا ايه هو الماركت تو ماركت كونكشن تول وعرفناها، وقلنا ايه البرسبشوال ماب الخطه الادراكيه وعرفناها، وعرفنا ازاي نقيم اراده المنافسين وايه الفرق بينهم، وجو تو ماركت استراتيجي استراتيجيات الدخول للسوق، وقلنا هو ايه البايونيرنج ماركت، وامتى تكون الشركه رائده وامتى تكون الشركه تابعه.
وأخيرا زي ما تعودنا نبتدي بأهداف التعلم في كل محاضرة، في الآخر بنرد عليها بمخرجات التعلم أو ملخص اللي اتعلمناه. احنا ناقشنا 4 حاجات أو 5 حاجات في التشابتر دوت. أول حاجة learn how to develop your value solution based on your overall strategy، تعلمنا إزاي نعمل أو نصمم أو نكريت مقترح أو عرض القيمة أو مقترح القيمة أو تسوية القيمة بناء على الخطة الشاملة. لازم نحط في اعتبارنا consider defining your value solution along with the similar categories of value and the cost benefit of customer productivity, simplicity, convenience, price, image. احنا عرفنا ازاي نحدد او ننشئ مقترح القيمة او عرض القيمة بالنظر لبعض الخصائص او اوجه المقارنة. ركزنا على الكاستمر كونفينينس والكاستمر راحة العملاء وكاستمر برودكتيفيتي والبرودكتيفيتي مدى الانتاجية وزيادة الإنتاجية والبساطة والكونفينينس والبرايس والإيمج والتسعير والبراند أو صورة المنتج. You can then further develop your value solution and identify where you can locate and communicate with your customers as well as where your market would look to find information related to your business. دلوقتي ممكن كم بعد ما عملت مقترح القيمة أو عرض القيمة ممكن دلوقتي تتعرف على تحدد الطرق إزاي تتواصل مع عملائك وازاي تلوكيت ازاي تحدد عملائك او الكاستمرز بتوعك وازاي تتواصل معاهم وتنشئ قنوات الاتصال، وبالاضافه برضو تحدد السوق اللي هتستهدفه ونتوفر المعلومات اللي مناسبه عن او مرتبطه بعملك. تاني هدف understand the key drivers that are integral to buyer demands and expectation with your industry. احنا فهمنا الدوافع الرئيسية التي تشكل جزء لا يتجزأ من طلبات العملاء وتوقعاتهم بالنسبة لشغلك أو لعملك أو البيزنس بتاعك. As customer need change، كلما تغيرت احتياجات العملاء، your firm will need to take a proactive approach to understanding how this change influences the overall operations. كلما تغيرت احتياجات العملاء بشكل مستمر تتغير، لازم شركتك تاخد خطوات استباقية وسريعة عشان تفهم هذه التغيرات وتأثيرها على أداء الشركة بشكل عام. To uncover and reveal the most important driver within your industry, you need to engage in a questions and research that not only reveals the important key driver but also identify how well your product or service respond to these key drivers over a period of time. عشان تحدد أو تكشف نحدد أهم العوامل أو الدوافع الرئيسية للبيزنس بتاعك او العمل بتاعك، انت محتاج تعمل بحث وتسال اسئله كتيره، تخش questioning and research، بس مش عشان تحدد فقط العوامل الرئيسيه او الدوافع الرئيسيه، ولكن ايضا ازاي المنتج او الخدمه بتاعتك يرسبوند تو ذيس كي درايفر اوفر بيريد اوف تايم، وازاي المنتج او الخدمه بتاعتك يحقق الدوافع ديت. تالت اوبجيكتيف ان هو نو هاو يور اون فاليو سولوشن از ماتشد اند كومبيرد اجينست ذيز درايفرز وذين يور ماركت بليس. هنعمل عمليه مطابقه للاهداف للدوافع الشركه بتاعتك او هدفها ومقترح العرض والخطه الاستراتيجيه بتاعت الشركه. وانس يو از انتربرينور هاز ديترمين ذا اندستري كي درايفرز، خلاص انت عرفت الدوافع الرئيسيه للشغل بتاعك او الشركه بتاعتك. Those drivers can be assessed based on how well they meet strategy and unique value solution. نقدر نقيم الكي درايفر دوت او الدوافع الرئيسيه بمدى او طبقا الى ازاي هم بيلبوا الاستراتيجيه بتاعتك. طيب شرحنا في تيبل رقم 2 ان هو assist you to benchmarking area where you firm require attention or where you lack internal capabilities resources to meet need of marketplace. تيبل 2 ادانا على النقاط الرئيسيه او المناطق الرئيسيه او البنش ماركينج اللي الشركه بتاعتك الشركه تحتاجه او هي تحتاج مصادر داخليه او لو internal capabilities عشان تلبي احتياجات السوق. Knowing this weakness، لو انت عرفت نقاط الضعف ديت هتساعدك انك تقدم خطه استراتيجيه معدله بتركز على وضع الشركه بتاعتك في وضع استراتيجي. رقم 4 learn the value of the perceptual map، خطه الادراك، and how the map is used to maintain and exceed your competition industry. قال لك الوضع التنافسي او competitive positioning reveal where your company stand in the eyes of
a group of people through the use of perceptual map. Well, perceptual map are useful whenever a business decision require knowledge of how people receive issues and when the success of company policy action require a desired response. أخيرا رقم خمسة, learn how to develop and gain an appreciation of go-to-market strategy and that is based on your valuable solution and the driver industry and your competitive position. هنا في الآخر هنعرف إزاي نصمم خط استراتيجية الدخول إلى market entry أو دخول إلى السوق. واضح كده. A full go-to-market strategy include the channels that a company used to connect with its customers. أي خطة GTM أو دخول للسوق لازم تتضمن قنوات الاتصال مع العملاء وكمان إزاي ندعم التفاعل مع العملاء من البداية حتى النهاية. وقال لك the right go-to-market strategy has significant impact on company ability cost effective deliver its value solution each target segment. واي خطه جي تي ام صحيحه لازم لها دور مؤثر على قدره الشركه على التنافس. وقال لك company tailors their value solution to better address customer need. واي شركه بتصمم المقترح العرض او value solution to better address customer تراب احتياجات العملاء. وده بيعتبر ها go to market strategy play a central role. ده جي تي ام او الخطة الدخول الى السوق بتلعب دور رئيسي في ذلك اللي هو في تلبية احتياجات العملاء بشكل مميز وشكل افضل بشكل افضل. اخيرا وليس اخيرا شكرا على استماعكم واتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات النقاش وبالتوفيق. شكرا.